على اساس انهم يتاكدوا وكذا، قالوا ما يمكنش تمام، وهذا خطا ولا يمكن ان يتعدى تمام. اذا باقي معكم هنا عمل كثير من الكب هذه. هنا عمل كثير، هذا رقم واحد، هذه لازم تقتص يعني كقطع صخري، هذه بتقتص قطع صخري. ايوه. وايضا على اساس نرضي يعني يكون في نوع من الرضا للمواطن وكذا، المنشور التصميم الان بننزله كثير على اساس ما نكبش حق الناس، يعني يقل الكبس كثير. يعني نحاول اقل الاضرار ولو كلفنا ايش خساره كثير. يعني بنبدا من المغربه نسحب التراب تمام، وبيهبط هنا معنا كثير. يعني هنا هذه المنطقه بننزل فيها 5-6 متر على اساس ما نوصلش يعني اكثر من 6 متر، ما نوصل للمنطقه هذه اللي معد باقي فيها الا دفان حاجه بسيطه ونمشي فوق الجبل. يعني يستحب من المغربه، يستحب من المغربه الى الجربه السافله بالضبط. يعني هذه كانت الفكره، وفعلا نزل الحراره، كان نزل الحراره، انا كنت في 7 فئات، قد كنت في 87 يعني تبعنا في الدنيا هنا. ونزل الحراره وقال لهم هذا هذا المنحنى الاول في المكان الاول يا عم محمد، هذا الاول، هذا المنحنى الاول وهذا المنحنى الثاني. لازم عندما تجي الان تصلح هذا المنحنى، هذا المنحنى الاول